بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن تحضير الأسنان لاستقبال تركيبات السيراميك. Tooth preparation for all ceramic restorations. عندنا مثلا الحالة دي مركبة تركيبة porcelain fused to metal. غير التركيبة دي وركب الـ all ceramic restoration. ليه؟ لاحظ الميتال سبستراكشر اللي تحت عمل هنا grayish color، لون رمادي، زائد ان اللثه مش مرتاحه. لاحظ المايلد تو مودريت جينجيفال انفلاميشن لان الميتال هنا ما هوش اكسلنت باي كومباتبل. لاحظ هنا الترانسلوسنسي في الانسايزال ايدج مش احسن حاجه، رغم ان البورسلين بيبقى عنده هاي ترانسلوسنسي، لكن تحتين ميتال وبيحاول يداري الميتال with opaque porcelain عشان يداري الجريش كلر او الدارك discoloration of the metal. والبورسلين لوحده بيبقى ضعيف فلازم اقويه بالميتال اللي تحت، فما استغناش عن الميتال. هنا بيتخن، عمل هنا اوفر كونتورنج، متخن البورسلين زياده عن اللزوم، فده طبعا اوفر كونتورنج شكله مش حلو، بس هنا عشان يحاول يزود الترانسلوسنسي عشان هو في اوبيكر وبيحاول يداري الميتال سبستراكشر اللي تحته. بعد ما غيره بالاول سيراميك لاحظ اللثه بدات ترتاح لان الاول سيراميك اكسلنت بايو كومباتبل. لاحظ الترانسلوسنسي ان ذا انسايزال ايدج شكلها جميل، تبان انها ناتشرال لوك. لاحظ الشيد احسن عشان ده مش تحتيه ميتال، فما فيش جريش كلر عند المارجن، خاصة هنا لو المارجنال ادابتيشن بور او الفيتنج مارجن هيزود لك المشكلة كمان، يعني الميتال مش صحي قوي وكمان الفيتنج مارجن هيعمل لك جنجيفال انفلاميشن. طبعا ظبط هنا الشيب والشيد جميل جدا، ما فيش ميتال تحتيه، ما فيش اوبيكر بورسلين تحتيه، وممكن تعمل هاي ترانسلوسنسي واللثة مرتاحة، ففي مميزات كتير لاستبدال الـ BFM with all ceramic restorations. Another case، الحالة ديت عوض فقد الأسنان الجزء المكسور من الإنامل بتركيبة all ceramic restoration. لاحظ اللثة مرتاحة لأنه excellent biocompatible، ولاحظ الشيب والشيد، وميزته مش هيغير لونه، ما هو زي resin composite بيغير لونه، بس طبعا تكلفة أعلى من resin composite. This is before، this is after. شايفين فرق الشيب والكالر والجنجبل؟